تنتخب فوزي القجاع صباح اليوم الاثنين رئيس جديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك في أعقاب الجمع العام العادي الانتخابي. القجاع غادي يخلف الفاسي الفهري اللي تولى هاد المهمة منذ سنة 2009. باش نعرفوا اش كاين صدر الشارع المغربي من هاد الرئيس الجديد، يلا معايا نسولوا الناس. توقع من هذا الرئيس الجديد هو ياخذ مدربين من المغرب، ماشي مدربين من برا من الخارج. من هنا واحد العام ولا عامين كنتمنى على الله ان الكره المغربيه تزيد لقدام وتكون احسن من كانت، او جدو يديروا فيها عناصر شابه، تكون في مستوى التطلعات ديال الرياضيين بصفه عامه، ماشي نبدلوا شخص ويبقى نفس التير. سلقش انا او راجل كوفو او راجل ذو مؤهلات اداريه. الشارع المغربي كيتمنى من الجامعه الجديده نتائج زوينه ان شاء الله. كانوا إذن هذه هي آراء الناس حول فوز القجاع رئيس الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. نتلاقاو بكم غدا إن شاء الله في موضوع جديد في نسولوا الناس. إلى اللقاء.